اسو الحبابي وحباباتي بشوفوا اللوك اللي راني دارتها اليوم. الموضوع تاع اليوم ماهوش اللوك هذا، ديجا راني صورت لكم فيديو وراني غادي ندير له مونتاج نحطه. الموضوع تاع اليوم هو كاع لي زامي تاعي وكاع لي فان تاعي وكاع عايا تاعي وكاع حبابي راهم يرسلوا لي في سكايب، يرسلوا يعيطوا لي في التليفون تاعي، يعيطوا يبحثوا لي في الفيسبوك، يبحثوا لي في كاع ما السوشيال ميديا. قالوا لي باللي بارامان دار فيديو ولازم تشوفيه، وقالوا لنا باللي قالوا لي باللي بلاتو لازم تصوري لنا ردة الفعل تاعك. وفريمون ما كون قالت لي اني بخلاع الوغ غادي نحل الفيديو تاع بارامايت. انا مازال ما شفتهش بصح شهواله، ما نكذبش عليكم التيتر تاعه ماش عجبني، ما عبليش ما ماش مريحتني هكا. المهم غادي نشوفها معاكم، كش غادي لكم ماي رياكشن ولا ما عبليش. الفيديو يسموه فضيحة الكبرى والصادمه لدي هي البنت الجزائريه الامازيغيه للكبار فقط، للكبار فقط. زعما شغلتي شابا ما باليش غادي يكون كاين في الفيديو. مي الفضيحه الكبرى والصادمه لدي هي دي هي انا هي دي هي بالك تكون تفرج فيا مع بالك شاديش يكون دي هي دي انا. فضيحه كبرى وصادمه من الفوق، انا راني نحسب اللي غادي نصدم باسكو بارامايد بارامايد شوف اخويا انسان مليح، يعني جامي صارت بيناتنا حاجه. ما بيجي لقى حد الفيديو اش غادي يلقى فيه، نكذبش عليكم بصح غادي نتفرجه و ما بيجي كاش كاين فيه. فوالا غادي نبعث لكم الكاميرا كيما هكا. انايا بيسي تاعي راني جابته، غادي نزيد لي الصون الفوليوم. كيما الحاله ولا بارامايت كاين شحال من واحد فيكم يعرفني؟ راه يعرفني بارامايت، وكاين واحد ما يعرفونيش معليش سي با غراف. الفيديو اليوم ماهوش زعما بلوبور اكستريت عرفت ولا شي جينا نحكوا عليه. بلاتي تو ماما تعرف فضيحة ديريو يا خوتي ديريو شيطانة عندها دي بيت وانت خليطة كيفاش معاها ما انا الشيطانة كيفاش عرفت بلي عندها دي بيت وعندها وانت خليطة كيفاش مزية؟ جيت نعرف شغل عندي دي ترانسي مورايا مزية اللي صدي اللي ما رحتش معاها، عرفت شكون كل اخت اخرين يروحوا معاها في هذيك المتاهة. بون الفضيحة هذي تاع ديريو اخوتي ما كنفهمكمش انا، غادي نحكي لكم قصة كيفاش صرات. بون كاين واحد الغلط حبسو 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 هادي اللي قلع بوز. انا بغيت ندخل بارامايد معايا في صوالح، مش انا صوالح هادو ديجا ماش انا كاع بيه بارامايد راه يدير فيديو كيما هكا. هادي حاجة الأولى، وحاجة زوجة راني فغيمو قالك فضيحة كبرى صادمة، راني فغيمو مصدومة باسكو ماشي بارامايد اللي تخرج منا حاجة كيما هكا. ما فريمون شيني مصدومه، راني مجوعه مش قادره نامن بلي نشوف فيديو فيه بارامايد منشط معايا في الاذاعه ودايرته كيما خويا بليتو هو خويا، وجامي في حياتي ايماجينيت ما تخرج منه حاجه كيما هكا. يقول عليا هضره ما با مش ما كاش منها هذه في المخيم، ما مستحيلات مستحيلات زعما انا وياك ندخلها معايا في حاجه شايله بايزون طب ماكياج ندير لك ماكياج. يسمو تيم فيور شحال من واحد فيكم ما يعرفها تيم فيور هذا سي دي لونسيسيور سدير عندك واحد الاورديناتور ولا اورديناتور عند واحد سدير تقدر من هذا الاورديناتور تدخل عند هذا الاورديناتور. زعما راه يحكي في ليستوار سدير تقدر تدخل الى عطاك لي زانفورماسيون تاعها الباس والايبي تاع الاورديناتور. هذا حنا كنا باغيين كنا تعرفونا نديرو لا راديو عطاتني ليدي تاع الايبي تاع الدوسي تاعها والباس تاع تيم فيور. دخلت الاورديناتور تاعها ديت واحد الدوسي تاع موسيقى بون الدوسي تاع راديو متخصصين بالراديو. وانا ديجا اوباراغون كانوا غاديين عليها سيدي شكون يخبر عليها عندها دي تويت بيزار. انا ما نديرهاش انا ما نديرهاش انا ايوا دخلت هي راح تتعشى على شدر نسيت تبدل الموطفاس. انا عاود دخلت اي وقت نفتش 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 انا لقيت نيشان ديجا فضيحه الاولى خوتي هادي هي اللي حبس هادي بوز. حاجه الاولى بي سي تاعي خاوي ما فيه والو،
سورتو البيسي اللي ندير فيه الراديو، عبالك عندي بيسي في الدار. شوف بيسي اللي ندير فيه الراديو خاوي تماما، بيسي اللي حط فيه، شوف بيسي تاع اللي كونيكتي به الحال فيه باج فيسبوك تاعي، فريمون ما فيه والو، ما فيه والو، عشان ما فيه والو، فيه ما بليش، فيه دوسي تاع فيديو هذا تاع ندير مونتاج، فيه صوالح هكا اللي نبيبليها في لاباج فيسبوك تاعي ولا في البيبي في الانستغرام تاعي، مي حاجه واحده اخرى ما كانش. ش غادي خرج من البيسي تاعي فضيحه، ما هذه ماهيش قاعده تدخل لي، هذه حاجه بيزار. وديجا ضحك فريمون 10000 ابوني متبعاني ورايح في الهاويه وبلا بلا بلا وما بلي جي كحشه حبيتكم بلي عقلي ماش قادر نستوعب بلي هذا باراميد اصلا. حنا حسب لك شغل واحد راه جاي باراميد. شوف باحتمال باراميد يدير كما كان زوج احتمالات، هي يكون صرا لها غسيل دماغ باسكو انا باراميد، انا وباراميد اي انسان واحد اخر جامي ربحت مع العيب مع تا واحد، جامي ما قد دبزنا، جامي صرات حاجه هكا بيناتنا. هذه حاجه الاولى. الحاجه الزوجه ما باليش، كيفاه واحد، هذه حاجه بيزار، كيفاه واحد يكون معك غايه ما بينك وبينه والو، فوق الغايه كاع توجور حنا كيما هكا عائله دايرين عائله بيناتنا، يخرج يقول عليك صالح ما با مكانش. نعم لا باش نحلو جروب باش نهضرو فيه نتشاورو فيه على لا راديو كيفاش. انا مانيش حل جروب، انا حل جروبات. والله راني قلت نحلو جروب شهر انا نخدم فيه. صدير تبغي تستغل الناس، صدير تخدم الناس للمصلحه تاعها، وهادي صورة هادو ما يفوتوش معاها. خدم الناس مصلحتي زعما شاعن شاعن كيما كنت تشوف فيا زعما ماشي اللي داير ماس اللي خايف منها ولا خشينا قابلها نورمال ما داير حوايج ما خاش فيها خاش منها نهضرو فيها الصغار نجي نهضرو. بس حبس مانيش داير ماسك باسكو انا نقابلها، وش من وجه غادي تقابلني بيه مور هاد الهضرة؟ ماشي نقابلها، روح وقابلني وش من وجه غادي تهضر قدامي، وش من وجه غادي تقابلني بيه دكا؟ وحده جامي دارت لك حاجه ماشي مليحه كاع العام وهي معاك غايه معاك مع الناس كاع توجور نعطيكم هكا انرجي بوزيتيف نضحك معاكم نزعق معاكم ديالكم ماشي خاوتي بان كون جاو عندي خاوتي ما نعاملهمش نفس المعامله اللي نعاملها معاكم. ومن بعد كي نقول نوجهها نقابلها واش من وجه غادي تقابلني بيه؟ تاع الصوالح شغل نعرف واش نقولو ورايح بالها كاع شنو انا شنو غادي نقول شنو عندي كاع الفضائح تاعها والله بالها زعما بلا ما نعرف الفضائح تاعي. حاجة زوج حاجة تاتا خوتي على دي هي ايغويست، ايغويست غير المصلحة تاعها ودورة دور عليك اللي مراحي معاه غاية غدوة يجي واحد. هذا هو فهمت علاش كاع الشعب قال راني ندير بوز 3 دقائق فيه 7 دقائق شنو غادي يكمل لي هذه 7 دقائق. هذا هو فهمت من البارح الشعب عيط، شعب كاين لي في فيسبوك كاع السوشيال ميديا كلوهم حسيت عبالك شحال تلاقيت من الميساج من البارح اليوم. هذا هو فهمت الشعب كاع هو يقول لي تفرجي فيديو تاع باراميل ودير لنا رياكشن تاعك. هذا هو فهمت وهو من البارح مازال كاع ما يهضر معايا وبلا صح عادي مازال ما نهضروا مع بعضنا عادي ماشي كل ما نحكي مع الناس كيما هكا اصلا ماشي كل ما ندخل مع السوشيال ميديا بصح حاجه كيما هذه فريمون غراف عادكم نصفق باسكو ماشي قاد هاك شو حلو حلو غادي تاع دركا تاني كما تكون دوارة وراسيست راسيست لواحد الدرجة ما راسيست انا مانيش باغي ندخل في واحد الديتاي عشان ندخل في واحد الديتاي غادي نفتحها غاية
غير فتح ما يقول انا غير تحوس على دي شمول وصال هذا كل اللي سيجي تفكر بصوت عالي اللي ديرهم ساعات تاع باصه وتفيد الناس والقاع هذا القاع هذا دي بيت تهدم المجتمع العربي الجزائري الامازيغي كلش قاعد انا انا هادي راه يحكي ليا عباكم اللي حاسه بلي ماشي يحكي ليا كاع يحكي لي بنادم خداخر انا عباكم بلي ماش قادة اكمل فيديو صاي فشلت كنت واقفة كيما صاي فشلت فشلة حكمتني ماش قادة نكمل هاني في 4 دقائق فريمون غراف هذيك شوفي الا كان حاجه اللي قتلتني اكثر دركا فشلتني الا كان واحد كيما باراميند ماشي غير خويا اكثر من خويا كاع يخرج لك خارجه كيما هاك شارك تقارع من الدنيا حاجه اكثر حاجه فريمون بيزار مش بغيت نشوف لا مش بغيت نشوف لا سويت انا خايف هذه شوف فيه 7 دقائق تقريبا 8 دقائق راه كاع كيما قال كيما هكا زعما ايغويست غاسيست مع بالي الشاه بلا ما نقولكم شقه هذا بيت ماسوني ماسونيا هذا دي اهداف ماسونيا انا راني ماسونيا انا عندي دي سبونسر وراي الماكياج اللي دير تربط على دول هذا الميكاب تاع لي سبونسر ناس ملاح بس دفاع عليك دابا ما جا ابن عق قارو 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 انا نديرو بوز انا عندي دي سبونسر ماسوني انا اللي اش عامل حاجه نقلعها على روحي باش نروح نشري ماكياج ونديرها في لاشين تاعي ونفرح مع حباباتي خرجوا عندي ديسبونسير انا ما عباليش وراهم عبالكم جاوا عندي انا ديسبونسير ولا جيت انا مع هذوك الناس اللي تحكي عليهم كون مانيش هنايا كوراني في عالم اخر كون مانيش دي هي هذه لاهي قدامك كون ماش نهضر بالدارجه تاعنا كوراني نبغي نضرب لغه اخرى ضيحت 5 دقائق من حياتي وانا اتفرج هذا الفيديو ما هي حاجه وحده استفدت من الفيديو انا حسيت راسها هطل شوف يا راه ضرب سلعه مليحه حاجه الاولى يا راه مداري لها غاسل دماغ خطفوه كائنات فضائيه داروا لها غاسل دماغ يا باسكو شوف كوني قال حاجه زعما حاجه فري حاجه كاينه بالك توقعوا كاسوا الحلي قالهم ماشي ما كاش منهم ما في المخيله تاعي ما كاش منهم بقاش 13 دقيقه الفيديو راه فيه انا قلع قلبي كون جو عندي ديسبونسير ماسوني كون انا هكا قص الدراهم انا دروك عندي ميساج لديهم غادي نوصلها ميساج تسمعها واش راني نقول باش تحرز روحها خطره جايه باش نحرز روحي كاع الشيء اللي قلتها كاع الشيء اللي قلتها كاع الشيء اللي قلتها كاع ما كانش منها وخش هذا غير توصل داخل الزاوية دونك خذي تفو عليك مخنز بواسون دافغيل كاع هذا اللي قالك بواسون دافغيل من نيتك حبسو هذا هو فهمت عباكم شحال من بواسون دافغيل داروا فيا هاد العام هذا الشهر كرهت حاجه سمو هذا ماشي بواسون دافغيل هذا تمساح افريل هذا قرش هذا ماشي بواسون على الاقل تاكدنا بلي
قارو نعاود نكتب لي باسون دافير. قارو 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 عائلة حقيقية ممكن تصنعها في المجتمع تاعك، مش بشرط يكونوا أقارب تاعك ولا عندك علاقة بالدم معاهم. خرجت باسون دافيل، هادي باسون دافيل الزوجة. الزوجة عباكم شحال باسون دافيل راكم دايرين فيا حد الآن؟ سي كراف كنقول لكم واش دار لي في الاول موت عليا نتاك كذاب فيديو كملة. كمل الفيديو. كان غير ألف لو مون ديروا فيها لي بوزون دافريل. غادي نهرسك غادي نحكمك بارانايد شو نجيفك غادي ندير فيك صالح جامي جامي حيتك كنت توقع غادي نديرهم فيك من نيتك باسون دافيل كيما هكا مشي والباسون دافيل الاول اللي داروه لي لا يقل بشاعة عند هذا الباسون دافيل هذا اللي راكم تشوفوا فيه و البارح كنت هكدا هكا نحسانة متبالة هكدا شفت تليفون مابغاش يحبس الو دي يا جري شوفي بارانايد شنو يدير انا قلت في راسي بارامايت راه داير فيك اش فيديو ما عباليش انايا بالك داير لك شغل نيه باسكو هو رابير تعرفوه المهم بالك داير لك شغل نيه منين قلت خلي حتى الغدوه طفيت البورطابل تاعي باسكو لي ميساج اللي وصلوني ما ينحصاوش ما كون مزاح د الامان قراش المستحم بعدا كينا اليوم قالوا لي بلي لازم تشوف الفيديو تصوريه هنا وتقولي لنا رياكسيون تاعك وش تقولي البارامايت بارامايت نقول لك بلي خويا طيحت لي حلوه طلعت لي طونسيون ليش شفت لي دمي وليت نصطفق باسكو درت فيها باسون دافيل كيما هكا الرأفة بما تحبون الرأفة عبالك شغل مش قادة نحكيك تشوف فيا كيما هكا بصح فغيمون مش قادة نحكي مزيان خرجت باسون دافيل باسكو عبالكم هذا انسان شحال نعزه باسكو هو بزاف ناس كيما هكا معايا نعزهم نبغيهم درتهم خاوتي درتهم كلشي باسكو دايرين فغيمون حاجة سموها عايلة دايرين عايلة وفرحانين في الدنيا هادي ما عندكش حاجة تفرح بها صوف هذوك الناس اللي قراب ليك اللي مالغري ما تعرفوش بصح يسقسوا ليك تعيطوا لهم كون طيح بيك الدنيا تلقاهم لو هادو الناس اللي هما اكثر حاجة راك فرحان بها في الدنيا داروا عليك بدون سبب راح تكون يعني تصرى لك صدمة في الحياة شحال راهي دقيقة 19 دقيقة المهم نقول لك انا تاني نحبك بارامايد وتا يا خويا كي البارح كي اليوم ونقول لك هذا ابشع تاني مقلب درته فيا حرام عليك بوكو
ديروا فيا بقى.